الصحة حق من حقوق الإنسان ولا يمكن بتاتا المتاجرة به اليوم في المغرب معك للأسف الأسف القاعدة مقلوبة اليوم تنتجر بصحة المواطن في عدة مجالات كل تقارير بما فيه التقرير الأخير ديال الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة اللي استمدته من واحد التقرير ديال واحد مكتب دراسات أمريكي تبين ان المغرب اليوم كنشريو الدواء اكثر من فرنسا واكثر من تونس واكثر من واحد العدد ديال الدول بمعنى ان هذا المجال ديال السياسه الدوائيه فيه فوضى وفيه الناس اللي ولاو لوبيات كتجر بصحه المواطنين وحتى ما يسمى بالراميد اليوم اي نظام المساعده الطبيه لذيو الدخل المحدود يجب اعتباره تغطيه صحيه ولا وليس مساعده او منحه من احد لان هذا تضامن ديال المجتمع ما بين الفئات اللي عندها والفئات اللي ما عندهاش بحال التقاعد اللي خدام واللي خرج للتقاعد لهذا هذه المنظومه الصحيه خصها تاخذ بعين الاعتبار ما كاينش مواطنين فقراء وناس لاباس عليهم لا منذ صحه للجميع بنفس الجوده وبنفس المعايير وعلى اساس انه نرجعوا للنظام وهذا اعتقد كاع الدول اللي نجحت كترجع لما يسمى بالصحه الاوليه يا لا حنا مشينا لو كوراتيف مشينا للعلاج وخلينا انه نديروا الوقايه اكثر ونوصلوا للبوادي والقرى والهوامش ديال المدن باش نديروا الوقايه الصحيه بدل ما حتى تيمرضوا لنا الناس وكذا وتولي التكلفه عاليه